مرحباً، سنقوم اليوم بأنشطة فنية حول حرف الصاد. هيا بنا، دعوني أريكم طريقتين مختلفتين لصنع الصاروخ. بالطريقة الأولى، أجهز صاروخاً من الكرتون، أرسم الصاروخ، أزينه بالخطوط والدوائر، أعلمه بالماركر، أقصه، ومن ثم ألونه بالطريقة التي أحب. ذلك أثقب كرتونة سوداء من الزاويتين. ثم أقص خيطا طويلا. ألصقه على الجهة الخلفية للصاروخ. ومن ثم أقلبه على وجهه مجدداً وأدخل الخيط بالثقوب من الجهتين. أربطه جيداً من الخلف. وبعد أن أقص الفضلات، يصبح الصاروخ جاهزاً ليطير في الفضاء. أن أجهز النجوم والقمر وألصقهم في الفضاء الرحب أيضاً. Thank you.
انظروا كم أصبح جميلاً، أليس كذلك؟ بالطريقة الثانية سأصنع الصاروخ من التويلت رول. ألون التويلت رول باللون الأسود. أرسم نصف دائرة لأجهز رأس الصاروخ، أقصها، ألفها وألصقها جيداً. أجهز النار من الكراب بيبر. أجهز دوائر صغيرة. ومثلثات ألصقها على الجوانب السفلية للصاروخ. وهكذا يكون الصاروخ قد أصبح جاهزاً. لا تنسوا أن تقولوا لي أي طريقة أحببتم في التعليقات.
أما الآن دعوني أريكم كيف نصنع صوصاً جميلاً بطريقة سهلة جداً. أولاً أنا بحاجة إلى شكل الدائرة. أقصها من فوق لنصفها فقط. أطوي الجزء الذي قصصته لأحصل على الجانح. ألصق العين. أجهز القوائم. أجهز المنقار. ثم ألصق الصوص على كرتونة سوداء. وبعد ذلك أقص كرتونة خضراء على شكل مستطيل بهذه الطريقة لأحصل على أعشاب. أخيراً ألصقها على الكرتونة السوداء من تحت. وهكذا يكون الصوص قد أصبح جاهزاً. إنه رائع، أليس كذلك؟